بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنسجل الحلقة الخامسة بعنوان جديد وهو الريسورسز مانجمنت. ده الجزء الأولاني فيه. هنعرف أول حاجة معانا الريسورسز كلاسيفيكيشن، إزاي نبدأ نعمل أكتر من تقسيمة للريسورسز ونفهم يعني كلمة ريسورسز الأول. تاني حاجة هنشتغل أول حاجة بطريقة السموثينج أو الليفلينج اللي هي الأنليمتد ريسورسز ميثود، وهناخد عليها مثال إن شاء الله. وده تالت حاجة معانا في الحلقة. هنبتدي الحلقة إن شاء الله مع بعض. إيه هي الـ Resources Management؟ قال لي الـ Resources هي عبارة عن حاجة من الحاجات دي، وفي أكتر من مثال. ممكن تكون الـ Resources هي العمالة أو المعدات أو الماتيريال أو حتى المال الفلوس. تمام، هقسم الموارد ديت لوحدات بسيطة ممكن أسهل أتعامل معاها زي الأمثلة اللي قدامنا دي كده. طب تصنيفها بقى الـ classification ممكن تبقى consumable أو non consumable، يعني زي المعدات والعمالة وزي المواد. في تصنيف تاني وهو ممكن تبقى اسمها key resource. يعني ايه key resource؟ اللي هو المورد الهام زي العمالة والمعدات في المشروع، مورد هام جدا. في secondary resource ده بيبقى الأعمال السنوية زي للتشوينات، ودي بتبقى ريسورس السنوية. وفي الجنرال ريسورس، كل ده نظري ودي كلها طرق للتصنيف بتاعت الريسورس. اللي يهمني جدا بقى التصنيف الثالث للريسورسز، وهي يا اما تبقى unlimited يا اما تبقى limited. الموارد بتاعتي يا اما تبقى غير متاحة زي اللي هنشتغلها النهاردة، او الموارد تكون متاحة زي اللي هنشتغلها ان شاء الله المرة اللي جاية. بمعنى ايه؟ بمعنى لما تبقى الموارد بتاعتي غير متاحة، يعني ما ينفعش ازود مدة المشروع بتاعي. اسف، الموارد هنقسمها حاجتين، لاما unlimited وlimited. unlimited معناها اللي هي غير مقيدة، تمام. الليميتد اللي هي المحدودة، يعني هنا غير محدودة والتانية محدودة. لما تبقى الرسوس بتاعتي غير محدودة بمعنى ايه؟ معنى ان هي متاحة، يعني الجدول بتاعنا او التايم بتاع المشروع كله زي اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت هيكون كامل، هلتزم بيه لان الموارد بتاعتي كلها متاحة. في اي وقت ممكن اخد الموارد بتاعتي. لكن عندي في الموارد المحدودة اللي هي الليميتد ممكن في الحالة دي ازود الوقت، ودي زي مشاريع ايه؟ يعني المثال بتاع الليميتد ده زي مشاريع مثلا الطرق. بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي الموارد بتاعتي محدودة، لان الموارد دي بتبقى غالية جدا. يعني في حين ان انا دلوقتي بروح اعمل ايه؟ بزود مدة المشروع. يعني مثلا طريق المعدة اللي فيه غالية جدا في التكاليف، فعشان كده بدل ما يخلص في 3 سنين بخلي المدة بتاعته تخلص في 5 سنين. يعني انا كده ملتزمتش بمدة المشروع بالموارد اللي المفروض تكون موجودة. اول حاجة هنشتغل عليها هي الـ unlimited resources اللي هي الموارد المتاحة بتاعتي. وفي الحالة دي هلتزم بمدة المشروع، فهعمل عملية تسوية للموارد بمعنى الأماكن اللي فيها. يعني انا دلوقتي جبت ادى الموارد اهي، رسمت لها دايجرام مع الزمن او مع مدة المشروع. جيت ابص لقيت في اماكن فيها اوفر وفي اماكن هنا قليلة جدا اقل من المتوسط. فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي الاماكن العالية ديت توصل للاماكن المختلفة ديت، بحيث ان انا اوصل لمتوسط المشروع. طب ايه هي خطواتي اللي انا اعمل المسألة؟ اول حاجة لازم ارسم شبكة البي دي ام. طب هو بيديني ايه؟ ادى المثال اهو، بيديني الاكتيفيتي، تمام، وبيديني الديوريشن بتاعت كل اكتيفيتي زي ما احنا قلنا لما كنا بنحسبها حاجة منفصلة، ومديني النشاط السابق عشان اجيب العلاقات المنطقية، وقال لي الريسورس بتاعتي لكل ويك لكل اسبوع، ما هي الديوريشن بتاعتي بالويك بالاسبوع، وهو مديني هنا الريسورسز بالويك. يبقى اول حاجة هرسمها هرسم شبكة البي دي ام.
تاني حاجة هحدد الكريتيكال اكتيفيتي، واحنا كنا بنقول الكريتيكال اكتيفيتي اللي هو بيكون فيه المربعات شبه بعض، تمام. تاني حاجة هرسم البار تشارت، تمام. تالت حاجة هجيب ال هحسب ال ال هحسب ال resources بتاعتي كلها واجيب ال average، يعني دي بحسبها عند كل اسبوع، واجيب ال average بتاعتها ان انا اجيب ال summation بتاع كل ال resources اللي موجودة عندي في خلال كل مدة المشروع واقسمها على مدة المشروع. في النهاية خالص ببدأ احرك النشاطات ما عدا الكريتيكال، يعني انا بعمل عملية تحريك للايه، للأنشطة اللي ليها فلوت. ان شاء الله في المثال ده هنبدأ نوضح كتير جدا جدا الشبكة والتطبيق عليها والبار تشارت والتطبيق عليه، تمام. ادي المثال بتاعنا في الكتاب صفحة 137، بيقول لنا عندي أنشطة E و B و C و D و E و F و G لحد ال N، مديني الديوريشن بتاع كل واحدة فيهم، تمام. ومدي لي العلاقات المنطقية، يعني ال A ما بتعتمدش على حاجة، ال B و ال C و ال D معتمدة على ال A. فأنا هرسم العلاقات المنطقية بتاعتي، هاجي أبص ألاقي إن ال B و ال C و ال D معتمدين على ال A، أدي أول حاجة. تاني حاجة هلاقي ان ال E وال F الاتنين معتمدين على ال B. ال E وال F فين؟ ال E وال F، ال E وال F معتمدين على ال B، يبقى انا لازم اطلع ال E وال F يخرجوا من دايرة ال B، تمام. بعد كده ال C معتمد على ال G، يبقى هيطلع من ال G، اسف، الجي هتبقى معتمدة على السي، هيطلع من السي النود بتاعت الجي اهو زي ما احنا شايفين كده، تمام. بعد كده الاتش والاي معتمدين على الدي، الاتش والاي معتمدين على الدي، الاتش اهي والاي معتمدين على الدي. بعد كده الجي والاف، الجي هتبقى معتمدة على الاي والاف، تمام. هنرسمها، هنجي نبص نلاقيها معتمدة على الاي والاف. بعد كده ال بعد كده الكي معتمدة على الاف والجي، تعال نشوف الكي، الكي معتمدة على الاف والجي. بعد كده عندي ال L معتمد على ال B وال H، ال L معتمد على ال B وال H، ادي ال H اهي، واجيب لها من ورا كده من عند ال B خط اللي هي تكون معتمدة عليه بالشكل ده كده. بعد كده عندي ال M معتمد على ال B وال H وال I، يعني تبقى زيها بالظبط بالاضافة الى الخط اللي جاي لها من ال I، ادي ال M. اما بالنسبة للان فهي اخر نشاط معايا، هو النشاط اللي بيتجمع عنده من كل اخر سيكونس في النهاية. هنا الصف الواحد كده بيسموه سيكونس، يعني ده سيكونس 1 سيكونس 2 3 4 5، تمام. فعندي السيكونس الاخير ده هيبقى معتمد على اخر سيكونس، وده اللي واضح عندنا برضو بالعلاقات المنطقية، الجي معتمد على الكي والال والام، تمام. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هحاول ارسم الشبكة بتاعة البي دي ام، تمام، من خلال العلاقات المنطقية ومن خلال الديوريشن اللي جاية مع الجدول ديت. فده الشبكة بتاعتي بالشكل ده كده. اول حاجة عندي النشاط A بصفار، تمام، ادي النشاط A بصفر، تمام. صفر زائد صفر ده الخانة اللي انا مليتها ديت، الخانة اللي انا مليتها ديت هي خانة اللي هي بتاعت الصفر ديت ال early start، عشان اجيب ال early finish هضيف عليها ال duration، يعني صفر زائد صفر فيها الصفر، تمام. الاتجاه اللي انا ماشي فيه هو الاتجاه الامامي، بمعنى ايه؟ بمعنى ان ال early
فينش هيبقى الايرلي ستارت للانشطه اللاحقه للنشاط اللي اسمه ايه ده. طب ايه الانشطه اللي معتمده على ايه؟ هي البي تمام هيبقى بصفر، والسي هيبقى بصفر، والدي هيبقى بصفر. نجمع الديوريشن، كل سيكونس هنخلصها هنجمع عليها ونجيب الايرلي فينش بتاعتها. ادا 2 5 صفر زائد 3 فيها 3. تعال نبص بقى على كل واحد من الأنشطة اللي جاية دي. بالنسبة للإيه، هنرجع للعلاقات المنطقية بتاعتنا، هنيجي نبص نلاقي إن الإيه واخد فقط من البي تمام، فيبقى الإيرلي فينش بتاعت البي هي الإيرلي ستارت بتاعت الإيه تمام. ده هيبقى ب2 تمام. في النهاية يبقى نجمع السيكونس كلها على بعضها، يعني السيكونس الواحدة ديت هنبقى نجمع نجيب الايرلي فينش لكله. بالنسبة للاف، تيجي نبص للاف، هنيجي نبص للاف هنلاقيها واخدة من البي بس برضو، يبقى هي ب2 زيها تمام. يبقى ادا الايرلي ستارت بتاع الاف اللي هو عبارة عن الايرلي فينش بتاعت البي اللي هي كانت معتمدة عليه. طب بالنسبة للجي، الجي معتمدة على السي فقط، والاتش برضو هتكون معتمدة على الدي، والاي هتكون معتمدة على الدي. فانا عندي دلوقتي هناخد من السي اللي هي 5 والتلاتة والتلاتة، لان الاتش والاي معتمدين على الدي. تعال نجمع بقى السيكونس كلها مع بعض، اد 4 اد 4 6 و2 8 11 9 وده 7. انا بجمع دلوقتي ال early start زائد ال duration يديني ال early finish. تعال بقى نجيب ال sequence الاخير اللي هو بتاع ال G وال K وال L وال M. بالنسبة لل G هنروح للعلاقات المنطقية نشوفها معتمدة على ايه. هنيجي نبص بقى لل G هنلاقيها معتمدة على حاجتين، معتمدة على ال E وال F. واحنا كنا بنقول ان في المسار الأمامي باخد قيمة الـ early finish الأكبر، صح ولا لأ؟ يبقى هنشوف الأكبر من الـ E والـ F ونديها للـ G، هتطلع بكام؟ 8 طبعا، لأن أنت عندك 4 والـ8 تبقى 8. بالنسبة للـ K نفس الكلام برضو، هنيجي نبص للـ K هنلاقيها واخدة من الـ F والـ G، يبقى الأكبر من، إحنا في الاتجاه الأمامي، الأكبر من الـ early finish بتاع الـ F والـ G هتطلع ب11 F والـ G. طب بالنسبة للـ L، الـ L هنيجي نبص نلاقيها واخدة من حاجتين، واخدة من الـ H، واخدة من الـ B عن طريق العلاقة دي أهي، يبقى واخدة من الـ B والـ H، يبقى الأكبر منه هيطلع الأكبر في الغالب بيبقى القريبة منها اللي هي 9 اللي هي بتاعة الـ H تمام، لان البي اهي قدامنا ب2. طب بالنسبه للام، الام قال لك ان هي واخده من 3 حاجات، من الاتش والاي، واخده من البي. تعال نجيب اكبر ايرلي فينش للتلات، هيطلع اكبر حاجه اللي هو 9 اللي هو بتاع الاتش، لان التانيين 7 9 اهي، وادي 7 والاتنين بتوع البي. نجمع بقى السيكونس كلها، يعني نحاول نجيب الايرلي فينش بتاعتها كلها، هيطلع عندي كده ادي 10 كده 18 9 و3 12 و11. بالنسبة بقى للام، الان خلاص احنا عارفين اللي هي اصلا واخدة من الاخر سيكونس خالص، فهناخد اكبر ايرلي فينش ليهم اللي هي تبقى 18، نزود عليها الاتنين هتدينا ال20. ال20 ديت هي عبارة عن مدة المشروع الكلية. يبقى أنا دلوقتي قدرت أعرف مدة المشروع الكلية هتطلع 20 أسبوع، لأن الديوريشن كان مديها لي بالأسابيع. هحط بقى أول ليت فينش اللي هو ال20 ديت، وآخد بقى المسار الخلفي. ال20 نقص منها، إحنا كنا بنقول عشان نجيب الليت ستارت هنقول الليت فينش نقص منها الديوريشن تمام، يبقى دي 18. هنيجي نبص بقى العملية عملية عكسية، يعني ال N
هتروح لي على طول ل او اخر سيكونس او السيكونس قبل الاخير بالليت ستارت ليهم كلهم في الخانات بتاعتهم. يعني دي هتبقى 18 واللي تحت دي هتبقى 18 والاخيرة خالص برضو هتبقى دي 18. تمام اهي، تمام كده احنا جبنا السيكونس بتاعتنا. نبدأ عملية الطرح نفس الكلام بالظبط في الاتجاه الامامي، يبقى هنطرح تبقى دي 16، هنقول 18 ناقص منها 7 تدينا 11، 18 ناقص منها 3 تدينا 15، 18 ناقص منها الاتنين تدينا 16. نرجع بقى نمسك كل واحدة من السيكونس ديت ونشوف الليت فينش بتاعتها، وبرضو هنستخدم القاعدة اللي كانت بتقول ان انا في الاتجاه الخلفي باخد القيمة الاصغر عكس الاتجاه الامامي اللي كنت باخد فيها القيمة الاكبر. فهنيجي نبص مثلا ان الاي هتكون معتمدة على ايه؟ الاي معتمدة على الجي فقط اهو بالمسار الخلفي. انا راجع دلوقتي كده يعني في المسار الخلفي انا همشي كده، تمام اهو همشي كده. فهاجي ابص الاقي ان اللي على طول الاي معتمدة على الجي فقط لانها واخدة من الجي، فهيبقى نفس الليت فينش او الليت اسف ستارت بتاعتها اللي هي تبقى 16. تمام. طب بالنسبة للاف هنيجي نبص على الاف هنلاقيها واخدة من حاجتين من الجي والكي. هناخد القيمة الأصغر، تمام القيمة الأصغر من الجي والكي، القيمة الأصغر اللي هي 11. بالنسبة للجي، الجي هنيجي نبص نلاقيها واخدة من الكي دايركت على طول فتبقى 11. بالنسبة للاتش هنيجي نبص نلاقيها واخدة من كام حاجة، واخدة من حاجتين اللي هما ال والام، تمام فهناخد الأصغر من الاتنين، ال والام هناخد الأصغر من الاتنين تطلع 15. طب بالنسبة لآخر حاجة في السيكونس ديت اللي هي الاي، هنيجي نبص نلاقي الاي واخدة دايركت على طول من الام تبقى نفس الرقم بتاع اللي هو 16. تمام. ونبدأ عملية الطرح زي ما عملنا في السيكونس اللي قبل كده، يبقى دي 14، 11 ناقص منها 6 تدينا 5، تمام 9 و 12. نخش على السيكونس قبل الأخيرة، تمام وهنشوف بقى كل واحدة فيهم. بالنسبة للبي، البي معتمد على 4 حاجات، معتمد على الاي والاف، تمام اهو، ومعتمدة على الحاجتين البعاد اللي كانوا جايين منها اللي هي ال L وال M، يعني E و F و L و M، E و F و L و M. أدا 14 و5 و15 و16، يبقى الأصغر منهم هي 5. بالنسبة لي ال C، ال C معتمد على ال G دايركت يبقى نفس رقمها اللي هو 5. بالنسبة لي ال D هنيجي نبص نلاقيها معتمدة على ال H وال I، يبقى هناخد يعني الأصغر منه هيبقى 9 ونطرح، هنيجي نبص نلاقي دي 3 0 وفي النهاية خالص 6. ال A بقى واخدة من ال3 حاجات زي ما احنا عارفين اهو، يبقى هناخد الأصغر، تمام لقيناها بصفر، 0 ناقص 0 يدينا 0، وفي النهاية لازما ال A ده تصفر، تمام يعني ال زي ما كانت هو أصلا أول نشاط وآخر نشاط بيبقى كريتيكال، فلازما تكون ال early start اللي هو الخانة ديت، تمام اللي هي الخانة ديت تكون هي هياها بالظبط ال early finish، تمام وال late start تمام تكون هي هي بالظبط، او الايرلي ستارت اسف الايرلي فينش اسف هي هي بالظبط الليت فينش. تمام. طب ايه هو الكريتيكال باس؟ الكريتيكال باس هو عبارة عن الاي زي ما انتم شايفين والسي والجي والكي والان، هو ده الكريتيكال باث اللي هو المسار الحرج. هل ممكن يكون في اكتر من مسار حرج في المسألة؟
اه عادي جدا، ممكن يكون في اكتر من مسار حرج، ممكن المسار يطلع عند البي كده مثلا، بس الكلام ده مش موجود هنا في المثال ده، البي والاف والجي ويرجع تاني عند الان. تمام، انا دلوقتي قدرت احدد مدة المشروع اللي هي ال20، وعرفت المسار الحرج اللي هو قدامي بالشكل ده كده. تمام كده خلصنا من مهمة شبكة البي دي ام، ودي كانت الحل بتاعها المسألة اهو. تمام، بعد كده هعمل البار تشارت بتاعتي. البار تشارت زي ما احنا قلنا ان السي والجي والكي والان. تمام، السي والجي والكي والان هو كمان النشاط ايه مدته صفر، فهو ما حسبهوش. تمام، احط المسار الحرج بتاعي. طب ايه الارقام بقى اللي فوق الرسمة ديت؟ ايه هو الرقم 2 ده؟ رقم 2 ده جاي من الجدول. تمام، 2 اللي هو جاي من الجدول، يعني السي الريسورس بتاعها ب2 للويك الواحد. نركز جدا في النقطة دي، اما يقول الريسورس للويك يونت بار ويك مثلا، يبقى انا عارف ان الاسبوع الواحد فيه الاتنين، احط الرقم ده على طول على الرسم. طب افرض ما حطش الاكسبريشن اللي هو يونت بار ويك ده، يبقى الريسورس اللي عندي هقسمه على مدة الديوريشن عشان يديني الويك الواحد فيه قد ايه. تمام، يعني المثال ده كان ممكن يكون كام هنا؟ يبقى مثلا 10. يعني لو هو مش عايز يحط اليونت بير ويك، يقول لك ايه الريسورس بس كده ب10، فانت تقوم انت قاسمه على الخمسة، يدينا الاثنين اللي هي قدامنا ديت. تمام، يبقى ديت الاثنين اللي احنا قلنا عليه. تمام، وهكذا نبدأ نرص بقية الكريتيكال باث. طب بالنسبة بقى للأنشطة الغير حرجة زي مثلا البي والدي والاي والاف والاتش لحد خالص الام، هنحطهم ازاي؟ احنا خلاص احنا قلنا مدة المشروع بتاعتنا ال20 اهو. طبعا الشكل بتاع البار تشارت اللي قدامي ده هو الجزء بتاع الايرلي تايم، يعني في ايرلي ستارت و ايرلي فينش، اللي هو الجزء العلوي ده بس من الجدول، يعني الجزء العلوي ده من الجدول. تمام، هو ده اللي بيتمثل اهو. تمام، فهنحط البي، يعني مثلا بداية كده البي بتبتدي من 0 لـ2، الدي من 0 لـ3، نيجي نبص نلاقيها مرسومة هنا كده اهي، من 0 لـ2. تمام، من 0 لـ3، والرقم ده زي ما احنا قلنا كده هو ده رقم الريسورس بتاعتها للويك الواحد. طب بالنسبة لإيه، وهكذا وهكذا. تمام، فاحنا كده دلوقتي مثلنا الأنشطة اللي هي النون كريتيكال اكتيفيتيز. تمام، في نقطة في غاية الأهمية، ان انا بعد كده بعد ما ارسم الرسومات ديت لازم احدد التوتال فلويد لكل رسمه منهم والفري فلويد بتاعت. ليه؟ لان دلوقتي زي ما احنا كنا راسمين في الرسمه من شويه، يعني ده نهايه المساله اهو، هنيجي نبص نلاقي في حتت عاليه اهي وحتت منخفضه، فلما اعرف الفري فلويد بتاع كل واحده فيهم هبدا احرك النشاط بالسماحيه بتاعته، بحيث ان الحتت اللي فيها ريسورسز عاليه ديت ابدا اقللها واوديها في الحته المنخفضه ديت. تمام، فعشان كده لازم ارسم التوتال فلوت والفري فلوت. طب اعرفه ازاي من الرسمه بسرعه؟ هاجي ابص الاقي ان في انشطه معتمده على بعضها هنا، يعني مثلا ايه، خلاص هو لغى الايه، عندك مثلا الاي معتمده على البي، معتمده مش هتتحرك، او اسف معلش مش هتعرف تحرك البي دي خالص الا لما تبدا تحرك الاي. طب هبدأ أحرك الـ إمتى؟ لما الجي تتحرك، على حسب سماحية الجي. يعني من الآخر خالص، إن الأنشطة اللي بتبقى في النهاية تحت هنا هي دي اللي بتبقى قريبة من نهاية مدة المشروع، فبيبقى غالبا 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 الفري فلوت بتاعها قريب جدا من التوتال فلوت. ليه؟ لأن أصلا الأنشطة اللي وراها بسيطة، ما عادش فاضل إلا نشاط واحد بس اللي هو الـ N في المثال بتاعنا. يعني مثلا السيكونس اللي هي قبل الأخيرة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، اللي فيها الجي والكي والال والام، السيكونس دي كلها معتمدة على الان بس، فهنيجي نبص نلاقي ان التوتال فلوت بتاعها هو هو الفري فلوت. تمام، يعني من تعريفنا للتوتال فلوت والفري فلوت في الشرح اللي فات هنبدأ نفهم الكلام ده. فالمفروض عشان ابدأ احرك نشاط متأخر خالص زي البي كده، لازم انا اكون حركت الصف الاولاني ديت، لان بالتبعية هتبدأ تغير في السيكونس اللي بعدها او اللي قبلها، وبالتبعية البي هتبدأ تتحرك. أنا في المسألة لازم أكون فاهم مثلا نقطة الزيادة فين، يعني الرسمة دي بتترسم على طول
ما بين التايم اللي هو ال20 اسبوع هوت، وما بين الريسورسز عند كل اسبوع، تمام، بحيث افهم ان المنطقة اللي هي ديت ليه مثلا من 8 ل 12 دي منطقة فيها ريسورسز عالية جدا، عايز احرك النشاطات بتاعتها. يعني انا عايز احرك النشاطات اللي هي موجودة في المنطقة دي هنا كده عشان اقلل ايه العملية بتاعت الكثافة او الحتة اللي فيها زيادة دي. يبقى انا دلوقتي رسمت خلاص الانشطة اللي هي النون كريتيكال، هاجي عند نهاية كل اسبوع واكتب الريسورسز اللي عليها. يعني مثلا بالنسبة للحتة ديت فيها ايه، فيها طبعا النشاط الحرج ما نساهوش، في هنا 2 للنشاط الحرج، 0 للبي و2 للدي، فيطلع المحصلة بتاعتي ب4. هكذا الحتة دي تبقى برضو ب4. طب هنا تبقى 7 ليه؟ لأن بقى عندي دلوقتي اف ب2 والاي ب1 والدي ب2، هذا كده معايا 5 و2 7، وهكذا. يبقى هبدأ أجمع عند كل أسبوع الريسورس بتاعي ده مستخدمه قد إيه. في النهاية خالص هعمل سمشن للريسورسز دي كلها تطلع ب90. انا بستهدف ايه؟ انا عايز اعمل عمليه ليفلنج، يعني تسويه. طب اسوي عند ايه بالظبط؟ اسوي عند الافريج. طب الافريج ده اللي هو ايه؟ اللي هو عباره عن السمشن اللي انا جبته ده اللي هو 90 مقسوم على عدد الاسابيع اللي كان فيها شغل. طب عدد الاسابيع فيها شغل اللي هو من لحد ال 18، يعني من 0 لحد 18 هو ده المتوسط بتاعي. يعني هنيجي يعني نبص اهو، المتوسط بتاعي عباره عن 90 على 18 تديني 5. يبقى انا عايز اخلي كل السبعة والستة والكلام الكبير ده كله اللي فيها، يعني انا لو جيت مثلت انا الشكل ده هيطلع الشكل اللي مرتبط تحت ده اللي هو الشكل ده. هنيجي نبص في حتة هنا فيها 13 عالية جدا، تمام، فانا هحاول اخلي ال13 دي تنزل فين؟ هنا عند المنطقة اللي فيها ارقام صغيرة جدا زي الاتنينات اللي هي في الاخر دي، تمام، اللي هي الاتنينات دي، عن طريق ان انا احرك الانشطة اللي هي في اخر سيكونس ديت اللي بيبقى ليها توتال فلوت تقريبا بيساوي الفري فلوت، تمام. فانا تعالى نشوف الخطوات اللي احنا عملناها. قال لك اول ستيب بتاعتنا اللي هي خطوه رقم 1 ووصفها تحت هنا اهو، حركنا الام. الام بدايته بقى من 9 ل 16، يعني هو الام ده بدايته كانت 9 اهي، تمام، خليت بدايته بقى 16. فين ال 16 اهو؟ طب هل التوتال فلوت والفري فلوت بتاعته تسمح بكده؟ اه تسمح بكده. ليه؟ لان هو قدامه، يعني تيجي نبص على الشبكه بتاعت البي دي ام اهو، ادا الام اهو، نشاط ام اهو، ما بينه وما بين النشاط اللي بعده عايز تحسب اصلا التوتال فلوت زي ما كنا بنقول قبل كده، بتطرح ال 11 ناقص منها ال 8، يعني 8 ناقص من 11 تديني 9. في نفس الوقت لو انا عايز احسب الفري فلوت بتاعه النشاط اللي بعده على طول اللي هو اللي هو الايه الان، يعني هتطرح الايرلي في الايرلي ستارت بتاعه النشاط اللي بعد اللي هو الان، نقص منها الايرلي فينيش بتاع النشاط اللي هو الام اللي انا عايزه، هيدينا التسعة برضه، يعني التوتال فلوت بيساوي الفري فلوت بتاع نفس النشاط اللي هو الام ده، تمام. فهو قدامه سماحية ان هو يقدر يتحرك، فعشان كده انا في البداية خالص عملت له عملية تحريك ابتدى من 16. طب هو الديوريشن بتاعته قد ايه؟ هو كان مدته 2، يعني هو هيتحرك يبتدي من 16 لحد 18، يعني هيبقى مكانه هنا كده بالظبط. طب اللي انا عملته ده حصل ايه بقى؟ عمل عملية طرح بطوله في الحتة اللي هو كان موجود فيها وزود هنا الأربعة، يعني هو كان عدد الريسورسز بتاعته كانت 4، اتضافت هنا واتطرحت من الناحية التانية. بمعنى ايه؟ بمعنى ده بقى من 13 ناقص 4 فيها 9، والتسعة ناقص الأربعة فيها 5. طب هنا اعمل ايه؟ خلي هنا 6 و6. يبقى انت في كل تحريكة بتحرك نشاط واحد فقط، وبتبدأ تنزل الحاجات الريسورس بتاعتك لكل اسبوع برضو زي ما كان قبل كده. طب تاني خطوة، قال لك تاني خطوة انا هحرك الجي من 8، كانت بادئة من 8 هتبتدي من 14، تمام. فلما تبتدي من 14، تمام، هل التوتال فلود بتاعي يسمح؟ اه يسمح. ما يسمحش ليه؟ طب هو طولها هيكمل؟ اه هيكمل الفترة دي كلها، هيعمل عملية طرح في حتت وعملية جمع في حتت تانية. النشاط اللي اصلا كان الديوريشن بتاعته 3، يعني نجمع 3 حاجات ونطرح 3
حاجات، وهنيجي نبص هنلاقي ان ده في النهاية كده انا حركت، يعني نيجي نبص كده على اكتر من خطوة، حركت بعد كده ال ال، تمام. احنا كنا اصلا في الخطوة اللي فاتت دي حركنا الجي، يعني حركنا الجي اللي هو ده، تمام. بعد كده حركنا ال ال في الخطوة اللي بعدها كده، انا بدأت اخلي المجال مفتوح قدام الانشطة اللي هي متأخرة ورا ديت، يعني حاجة مثلا زي النشاط ايه ده الايه، احنا نيجي نبص عليه كده في العلاقات المنطقية هنلاقيه معتمد على الجي. انا اصلا حركت الجي من شوية، يبقى هو بدأت المساحة بتاعته لحد مدة المشروع تكبر، فانا اقدر احركه، وبالذات ان الموقع اصلا استراتيجي، يعني موقع الاي ده في حتة كان عالي فيها الكام السبعة والست، فعشان كده اما احركه قدام شوية هيبدأ يغطي لي المنطقة التانية. يعني هو قال لك هنا انا حركت الاي من 2 ل 12، بدايته بقت 12، بدايته في الحتة دي كده، فايه فزود الاتنينات اللي هي اللي ما كانش اصلا تأثيرها، ما كانش وصل لها التأثير نتيجة تحريك شوية الحاجات اللي في الاول دمت، تمام. هي برضو اكتر من مسألة انت هتتدرب عليها، بحيث ان انت تعمل تحريكات مظبوطة جدا، يعني اقل عدد من التحريكات للانشطة، بحيث ان انت تعمل عملية السموسنج دي. طب تيجي نبص على الكيرف بتاعنا بعد ما عملنا الاكتر من خطوة دمت، هنيجي نبص نلاقي ايه اداء الشكل بتاعه، شوف الفرق ما بين الاتنين، تمام، وقربوا جدا من المتوسط اللي احنا كنا جايبينه اللي هو كان الخمسة، يعني في حاجات بس بسيطة جدا اللي وصلت للستة، واقل حاجة خالص 4. فانا دلوقتي العمال بتوعي، يعني فرضا ان الار ديت او الريسورس ديت كانت عمال مثلا، فالعمال بتوعي دمت خلاص قدرت استغلهم طول مدة المشروع، مش في وقت عليهم ضغط جدا، او مثلا انا عندي عدد محدود منهم مثلا ولا حاجة، انا بتكلم كعدد محدود انا بيني وما بين نفسي يعني، فجبت ناس من بره، الناس من بره دول ما تعملوا ايه، هضطر ان ادفع زياده، فانا ما قعدتهمش، هم الفرقه بتاعتي ما قعدتهاش طول مده المشروع، بحيث ان هم توزع عليهم الشغل ايه بكيفيه معينه كده، ان انا اخليهم يشتغلوا طول مده المشروع، تمام. ان شاء الله المساله الجايه احنا خلاص كده قلنا اول حاجه من التقسيمه بتاعتنا اللي هي الـ unlimited resource، اللي هو الـ resources غير المحدودة، يعني أنا دلوقتي الليمت المصادر بتاعتي غير محدودة، لكن المرة الجاية إن شاء الله هتبقى المصادر بتاعتي محدودة، معنى كده اللي هتأثر على مدة المشروع بعكس اللي احنا عملناه النهاردة، تمام. أسيبكم إن شاء الله الحلقة الجاية.